نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوصف فيه بعض معالم سكك حديد مصر، وهذه أو هذا النموذج العربة الدرجة الأولى كما هو مكتوب عليه. الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سكك حديد مصر. وهذا هو إحدى المباني الإدارية لسكك حديد مصر. هذه محطة باب الحديد والتي أنتج فيلم باسمها، وكان بالفعل يحيط بها بوابات وباب حديدي. هذا ما سمعنا وما قرأنا. إذا نوصل محطة قطارات مصر اليوم 7 يناير 2022.